السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الزراعي والتعليم الفني الزراعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. الحلقة بتاع النهاردة احنا هنتكلم عنها عن حاجة اسمها الزراعة العضوية. الزراعة العضوية ديت اللي هي الحاجة الطبيعية بنسمعها كتير في معظم ناس منا، سواء كان طالب في الصف الاول الزراعي او طالب الصف الثالث الزراعي. الموضوع ده هيهمه انه لما بينزل سوق الخضار ويشتري خضار او فاكهه بتستدرجه كلمه البيور او اورجانيك. ايه هو البيور او الاورجانيك؟ ويلاقي الحاجه سعرها اعلى من سعر الخضروات والفاكهه التانيه، فبيستغرب اشمعنى الحاجه ديت السعر بتاعها اختلف عن اسعار الفاكهه والخضر العاديه. فطلبه الصف الثالث الثانوي الزراعي اللي هم طلبه الدبلوم وطلبه الصف الاول في نظام الجدارات هيدرسوا حاجه اسمها التسميد الطبيعي او الكومبوست او الزراعه العضويه. ايه هي الزراعه العضويه؟ هنتعرف مع بعض عليها، اللي احنا بنشوفها في السوق باسم الاورجانيك او البيور او بدون استخدام اسمده او مبيدات. تعالوا مع بعض نتعرف مع بعض على الزراعه العضويه. ايه هي الزراعه العضويه؟ قال لك الزراعه العضويه نظام انتاج زراعي اجتماعي بيئي متكامل يتجنب استخدام الاسمده المعدنيه والمبيدات المخلقه والتي تتلامس مباشره مع النبات او التربه او الاملاح الطبيعيه. يبقى هنا التعريف بتاع الزراعه العضويه نظام انتاج زراعي اجتماعي. يعني ايه نظام الزراعي اجتماعي؟ يعني كل الفئات المجتمع بتشارك فيه. بيئي متكامل يتجنب استخدام الاسمده المعدنيه والمبيدات. اي سماد معدني هتستخدمه سواء كان سوبر فوسفات كالسيوم او نترات نشادر او ايا كان نوع السماد، ده يسمى سماد معدني. ولكن هنا احنا بنستخدم في الزراعه العضويه الاسمده الطبيعيه. ايه هي الاسمده الطبيعيه؟ احنا هنتعرف عليها من خلال حلقتنا النهارده واحنا بنشرحها، اللي هو مجازة بتستخدم السماد العضوي الحيواني اللي هو روس الحيوانات، بنقول عليه بالبلدي كده السماد البلدي، او بستخدم الكومبوست. ايه هو الكومبوست؟ ان انا بستخدم مخلفات المزرعه عندي، المخلفات النباتيه والحيوانيه، بجمعها بعملها حاجه اسمها كمر هوائي لانتاج الكومبوست. والكومبوست ده بيكون بيكون سماد طبيعي. تعالوا نشوف حاجه اسمها العناصر التي يعتمد عليها الزراعه العضويه. ايه هو العناصر التي يعتمد عليها نظام الزراعه العضويه عندنا؟ رقم واحد دورة المحاصيل، بقايا المحاصيل، سماد الماشية، البقوليات، التسميد الأخضر، البقايا العضوية من داخل وخارج المزرعة. لابد ان احنا عند العناصر ديت ونقف ونشوفها عنصر عنصر ونشرحها عنصر عنصر. بمعنى ايه؟ يعني دورة المحاصيل. يعني ايه دورة المحاصيل؟ انا دلوقتي في المزرعة عندي مرتبط بنظام زراعي اسمه الدورة الزراعية. وتعريف الدورة الزراعية لما عرفها هو نظام تبادل وتعاقب المحاصيل الزراعية في قطعة ارض معينة والفترة الزمنية معينة، بشرط ان تخدم المحاصيل بعضها البعض. ازاي المحاصيل بتخدم بعضها البعض؟ بمعنى ان انا بزرع محصول نجيلي مع محصول بقولي، محصول بيضيف سماد للتربه مع محصول مستهلك الاسمده في التربه. فالمحاصيل النجيليه من المحاصيل المجهده للتربه اللي هي بتستهلك اسمده، ولكن المحاصيل البقوليه من المحاصيل اللي بتنتج او بتضيف ازوت للتربه، فبتوفر سماد للتربه. فانا لما اعمل الدوره بتاعتي يكون المحاصيل متبادله مع بعضيها، تخدم بعضيها. من ناحيه انتشار الجذور كذلك الامر، عندي محاصيل متعمقه الجذور ومحاصيل سطحيه الجذور. انا لما ازرع المحاصيل بتاعتي في المحصول المتعمق الجذور هيستهلك العناصر الغذائيه في طبقات الارض اللي هي تحت، ولكن سطح الجذور هيستهلك العناصر الغذائيه اللي فوق سطح التربه. فانا لما اعمل تبادل للمحاصيل ديت فانا مش هحمل في مكان واحد على استهلاك العناصر، ولكن هيبقى فيه تبادل ما بين الاماكن في استهلاك العناصر الغذائيه. بقايا المحاصيل، انا سواء زرعت اي محصول ممكن بتستنى منه بعض البقايا، بعض الجذور. لو انا زرع محصول ذره وجيت قطعت الذره بتاعتي فبيفضل الجذر ومعاه جزء تاني فوق سطح التربه. انا لما اعمل عمليه الحرث فبيتم تقليب البقايا ديت في قلب التربه، وبتبدا تتحلل وتتحول لسماد، فاصبح هنا سماد طبيعي تعتمد عليه الزراعه العضويه. سماد الماشيه زي احنا ما اتكلمنا عليه، اللي هو السماد او روس الحيوانات، سواء كان الروس او البول بتاع البهايم او سبله الحيوان، سبله الدواجن، سبله كتكوت او سبله دجاج بياض، بستخدمها كذلك كسماد عضوي وسماد
طبيعي. البقوليات زي ما اتفقنا وقلنا ان البقوليات من المحاصيل اللي هي بتوفر اسمدة للتربة. ازاي بتوفر اسمدة للتربة؟ البقوليات بتتكون على جذورها عقد بكتيرية بتقوم بامتصاص الازوت الجوي او النيتروجين الجوي وبتثبته في الارض عندي في صورة ازوت، ازوت اللي هي ايه؟ نيتروجين، فبيستفاد منه ايه؟ النبات. ولكن المحاصيل النجيلية والباقي العائلات النباتية بتستهلك ايه؟ الازوت اللي بتضيف المحاصيل ايه؟ البقولية. فانا لما ازرع محاصيل بقولية كتير هتزود لي نسبة الازوت الموجودة في التربة، ممكن استخدمها كسماد طبيعي في الزراعة العضوية ايه؟ بتاعتي. التسميد الاخضر، يعني ايه التسميد الاخضر؟ ممكن في الاراضي الجديدة وفي الاراضي القديمة برضو في ناس ايه بتتابعها. اجي جايب محصول بقولي على سبيل المثال زي محصول الترمس، محصول الترمس ده ازرعه في الارض عندي في الارض الجديدة او في الارض القديمه، وعند مرحله الازهار ابدا احرث الارض وجواها ايه المحصول بتاعي، فيتم تقليب النبات بالكامل مع مكونات التربه كلها، واسيب الارض شويه تبدا النبات عندي يتحلل في صوره سماد. يبقى انا كده اضفت سماد ايه؟ اخضر. طب السماد الاخضر مترمس بس؟ لا، السماد الاخضر ممكن استخدمه عن طريق اي محصول بقولي اخر، ممكن الفول البلدي، ممكن البرسيم سواء برسيم مصري او برسيم حجازي. في الناس اللي بتزرع البرسيم الحجازي ممكن البرسيم يقعد معاك مده بقائه في الارض لحد 10 سنين، يجي في اخر حاشه كده في ال10 سنين يسيبها ويجي حارتها في الارض علشان يزود ايه السماد الطبيعي ايه في قلب التربه. طيب بالنسبه للبرسيم المصري اللي باخد منه من 4 ل5 حشات، ممكن كذلك الامر ازرع البرسيم بتاعي واخد منه حشه، وفي نص الحشه الثانيه اول النباتات ما تبدا توصل عندي ال 20 سنتي ابدا احرتها برضو في الارض واقلبها تقليب جيد مع التربه، فبتتحلل وتتحول الى سماد عضوي يستخدم في الزراعه ايه العضويه، او اي حاجه هزرعها بعد كده تتسمى زراعه ايه عضويه. البقايا العضويه من داخل وخارج المزرعه، ايه هي البقايا العضويه من داخل وخارج المزرعه؟ البقايا العضويه ديت اللي هي بقايا التأليم للاشجار. لو انا عندي اشجار مثمره بيتم تأليمها، بقايا التأليم دي انا باخدها واعمل لها عمليه فرم واضيف عليها بعض الاسمده الحيوانيه او ليها خليط كده هنتكلم عليه في صناعه الكمبوست، ازاي اعمل كومه كومبوست او انتج السماد العضوي وابدا استخدمها كسماد طبيعي او سماد ايه عضوي، اللي هي بقايا التأليم بتاعه المزرعه وبقايا الاوراق المتساقطه. لو عندي انا اشجار متساقطه بجمع الاوراق ديت ببدا من تحت الاشجار علشان ما تعمليش انتشار الامراض، وابدا استخدمها كسماد ايه عضوي بديل. تعال نشوف النقطه اللي بعد كده، مقارنه بين الزراعه العضويه والزراعه المتكامله. يعني ايه زراعه عضويه ويعني ايه زراعه متكامله؟ الزراعه العضويه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه ودينا التعريف بتاعها ان هي عمليه الزراعه اللي بتتم بدون استخدام الاسمده المعدنيه او الاملاح المعدنيه او المبيدات. ولكن الزراعه المتكامله دي الزراعه اللي انا بستخدم فيها كل الطرق الزراعيه باستخدام الاسمده المعدنيه والمبيدات في مقاومه الافات او منظمات النمو، دي بتسمى زراعه ايه؟ متكامله. تعالوا نشوف مقارنه بينهم هما الاثنين مع بعض كده ونمشي مع المقارنه خطوه خطوه. ادي وجه المقارنه ما بين الزراعه المتكامله والزراعه العضويه. رقم واحد في الكيماويات ومبيدات الحشرات والفطريات والحشائش في الزراعة المتكاملة هتستخدم قد إيه؟ والزراعة العضوية هتستخدم قد إيه؟ في الكيماويات ومبيدات الحشائش والفطريات والحشائش في الزراعة المتكاملة مسموح بها مع عدد من المحددات، يعني أنا بستخدمها بكميات محددة، يعني مش أي كمية أنا أضيفها من المبيد سواء كان مبيد حشري أو مبيد فطري أو منظم نمو أو كمية سماد كيماوي أنا أضيفها وخلاص، لأ ده فيه محددات. أنا لما أقول محصول الذرة الشامية يتم تسميده ب 150 وحدة أزوت ما زودش، ليه؟ لأن إذا زدنا عن 150 وعلت أكتر هتبدأ تعود عليا إيه بالسلب إيه والخسارة في التربة عندي. طيب الزراعة العضوية الحاجات دي غير مسموح في الزراعة العضوية، يعني الزراعة المتكاملة مسموح ان انا استخدم الكيماويات ومبيدات الحشرات والفطريات والحشائش، ولكن الزراعة العضوية غير مسموح نهائي. طيب ايه تاني؟ الاسمدة المعدنية. ايه هي الاسمدة المعدنية؟ زي ما اتفقنا اتكلمنا هي سماد السوبر فوسفات، نترات النشادر 33%، يوريا 46%، نترات كالسيوم، كل ديت اللي انت بتشوفها جوه الشكاره وبتضاف في صوره معدنيه اسمها اسمده معدنيه. في الزراعه المتكامله فوق المقارنه مسموح بها مع تحديد الحد الاقصى، زي ما اتفقنا الحد الاقصى احنا بنقول
التسميد، انا لو هسمد محصول القمح عندي بقول نترات من 150 الى 200 كيلو جرام نترات. طيب لو انا هستخدم يوريا مثلا يقول لك من 100 الى 150 كيلو جرام يوريا 46، يبقى هنا ادالك ايه حد ادنى وحد ايه اقصى للسماح بتاعه فين في الزراعة المتكاملة. لكن في الزراعة العضوية غير مسموح، الزراعة العضوية معانا غير مسموح استخدام أسمدة معدنية نهائية. يعني الزراعة العادية اللي احنا بنقول عليها الزراعة المتكاملة اللي احنا بنتكلم عليها، والمقارنة ما بين الزراعة العضوية في الأسمدة المعدنية غير مسموح استخدام أي أسمدة معدنية في الزراعة العضوية، ولكن يمكن استخدامها بالحد الأدنى والأقصى بتاعها فين في الزراعة المتكاملة. تعال نشوف النقطة اللي بعد كده، استخدام الكائنات المهندسة وراثيا. استخدام الكائنات المهندسة ايه وراثيا؟ يعني ايه كائنات مهندسة وراثيا؟ يعني انا دلوقتي عندي مثال اديناه من شوية ان المحاصيل البقولية تتكون على جذورها عقد بكتيرية بتقوم بامتصاص النيتروجين الجوي وتثبيته في الارض في صورة ازوت ارضي النبات يستفاد بيه. ممكن استخدم كائنات تكون لي عقد على جذور المحاصيل، على سبيل المثال المحاصيل النجيليه ان يقدر يستفاد بيها زي الايه الازوتو باكتر. نشوف نسبه السماح بتاعتها في الزراعه المتكامله قد ايه مسموح بيها، ولكن في الزراعه العضويه غير مسموحه، غير مسموح ان انا استخدم كائنات مهندسه ايه وراثيا، ما استخدمهاش نهائي في الزراعه ايه العضويه. تعالوا نشوف النقطه اللي بعد كده، البذور المعامله. يعني ايه بذور معامله؟ على سبيل المثال انا عندي محصول القمح في بعض الشكاير، افتح شكاره التقاوي الاقي البذره فيها معامله بمبيدات فطريه تسمى السمويئات او البريمس او الحاجات ديت اللي هي بنعامل بيها ايه البذور. ليه؟ كمطهر فطري ان انا بقتل الجراثيم اللي هي ايه عالقه بالبذور بتاعتي اثناء عمليه الحصاد والدراسه ايه بالحقل. وتعالوا نشوف البذور المعامله ديت في الزراعه المتكامله مسموح ولا غير مسموح. في الزراعة المتكاملة مسموح باستخدام البذور ايه المعاملة. ليه؟ لان معاملة ايه بمبيدات ايه فطرية او حشرية. لكن الزراعة العضوية هنا ايه غير مسموح. يبقى احنا كده لحد دلوقتي ما تعرضناش لحاجة ان ايه فيها نسبة سماح في الزراعة ايه العضوية. الخطوة اللي بعد كده اللي هنشوفها مع بعض في وجه المقارنة شراء الاعلاف. ايه دخل الاعلاف في الزراعة العضوية والزراعة المتكاملة؟ ايه دخلها؟ ايه علاقتها؟ انا هقول لك دلوقتي الـ عندي المواشي او الحيوانات اللي انا مربيها في المزرعه، لو انا استخدمت نوع عليقه معينه ان الحيوان بيبدا يتغذى عليها ويخرج جزء منها في فضلات الحيوان استخدمه كسماد عضوي، فبالتالي اي مكون من مكونات العليقه ديت هيخرج مع الروث بتاع الحيوانات الماشيه عندي ايه في المزرعه، فبالتالي هيأثر ايه معايا. فبالتالي تعال نشوف في وجه المقارنه بتاعتنا، في الزراعة المتكاملة لا توجد حدود في شراء الأعلاف، اشتري من أي مكان أو أي علف إيه أنت بتشتريه، لكن في الزراعة العضوية يوجد حدود، في حدود. إيه هي الحدود؟ اللي هي مثلا نسبة البروتين أو نسبة الأملاح المعدنية اللي محطوطة في العليقة بتبقى بالنسب المحددة أو المذكورة اللي أنا أقدر أتعامل إيه معاها وأقدر أستخدمها فين كسماد عضوي إيه في المزرعة عندي بعد إيه تناولها طبعا من الحيوانات والمواشي الموجودة في المزرعة. النقطة اللي بعد كده استخدام منظمات النمو. طبعا استخدام منظمات النمو ده في ناس يقول لك عليها منظم نمو أو يقول عليها ايه هرمونات، ودايما بتكون مجموعة الأوكسينات أو السيتوكينينات اللي هي بتقوم بتحجيم أو استطالة. يعني أنا عندي ايه مجموعة ثمار أنا عايز أحجمها أخلي حجمها كبير أو أزود نسبة العقد أو أعمل عملية استطالة أخلي الحاجة عندي بقت طويلة. طب أنا هستخدمها إزاي؟ عندي في استخدام منظمات النمو في الزراعة المتكاملة مسموح باستخدام منظمات النمو. في الزراعة المتكاملة مسموح باستخدام منظمات ايه نمو، منظمات النمو في ناس يسموها ايه هرمونات. طبعا الهرمونات او منظم النمو في منظم نمو طبيعي وفي منظم نمو ايه صناعي. طبعا الاخطرهم ايه صناعي ده ما بنحبش ايه نستخدمه، لكن منظم النمو طبيعي ممكن ايه نستخدمه بصوره ايه طبيعيه. لكن في الزراعه العضويه غير مسموح نهائي باستخدام ايه منظمات النمو. يبقى زي حضراتكم ما شايفين معايا في الجدول ده وجه مقارنه ما بين الزراعه المتكامله اللي هي الزراعه العاديه بتاعتنا والزراعة ايه العضوية. وزي ما عرفنا الزراعة العضوية ان هي الزراعة اللي نظام بيئي
اجتماعي متكامل يتم فيه الزراعه بدون استخدام اي اسمده او مبيدات او اي املاح معدنيه. وجه المقارنه ده بين لنا الكيماويات والمبيدات، نسبه السماح بتاعتها، الاسمده المعدنيه، استخدام الكائنات المهندسه وراثيا، البذور المعامله بالمطهرات الفطريه، شراء الاعلاف بالمكونات بتاعتها واماكن استخدامها، استخدام منظمات النمو اللي هي الهرمونات او منظم النمو الطبيعي او الصناعي النوعين بتوعهم. تعال بعد كده نشوف مع بعضينا رسم توضيحي يوضح اهم مدخلات الزراعه العضويه. يعني ايه مدخلات الزراعه العضويه؟ يعني الحاجات اللي انا بستخدمها في الزراعه العضويه علشان اخد سماد عضوي، والزراعه اللي انا بزرعها ديت عندي تبقى زراعه عضويه. على ايدنا اليمين زي احنا ما شايفين ان عندي روث حيواني وسبل الدواجن، ده اساسي في السماد العضوي بتاعي. روث حيواني وسبلة دواجن. يدخل معاها في الناحية التانية خامات طبيعية. ايه هي الخامات الطبيعية؟ اللي هي مخلفات المزرعة، سواء نواتج تأليم او بواقي محاصيل قديمة، او باقي محصول سابق او باقي محصول قديم موجود عندي في المزرعة. ده بسميه دي المدخلات اللي انا بدخلها، المكونات بدخلها مع بعض بنسب معينة هنشوفها في الخطوة الجاية ان شاء الله. بعمل لها حاجة اسمها قمر هوائي. يعني ايه قمر هوائي؟ يعني بسيبها تتحلل مع بعضيها في الهواء الطلق، ولكن لو انا غطيتها اذا كده انا بعملها قمر ليه؟ لا هوائي، فمش هينفع معايا السماد في ساعتها. يبقى انا عندي روث حيواني وسبل الدواجن معاها خامات طبيعية اللي هي مخلفات زراعية، بتديني سماد عضوي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الكبرى والصغرى والنادرة، خالي من الممرضات الفطرية والبكتيرية. ليه خالي من الممرضات البكتيرية والفطرية؟ لأن في الوقت ده في عملية القمر بتنتج درجة حرارة من خلال التخمر بتاعها أو التفاعل بتاع المكونات اللي داخلة، بتنتج درجة حرارة بتقتل لي المسببات المرضية كلها، سواء كانت حشرية أو كانت فطرية. في الخطوة بعد كده الزراعة العضوية، الزراعة العضوية بستخدم حاجة اسمها تسميد حيوي. ايه هو التسميد الحيوي؟ زي احنا ما اتفقنا ان المحاصيل البقولية بتكون عندها على الجذور بتاعتها عقد بكتيرية بتقوم بتثبيت النيتروجين الجوي وانتاج سماد. وفي تسميد اخضر. ايه هو التسميد الاخضر؟ عرفنا برضو ان انا بستخدم الترمس او الفول البلدي او البرسيم معاها المقاومة الحيوية. يعني ايه مقاومة حيوية؟ يعني الحاجات دي لما هتخش تتقلب في التربة هيحصل ليها تفاعل وتحلل باستخدام الكائنات الحية الدقيقة اللي هي موجودة داخل سطح التربة دي، اللي هي المقاومة الحيوية او المكونات الحيوية اللي هي هتحلل لي البقايا المحصول او الحاجات اللي موجودة عندي اللي تم تقليبها في داخل سطح التربة او داخل التربة الزراعية. هينتج عنها زراعة عضوية. زراعة عضوية. طب الزراعة العضوية بستفاد منها بايه؟ بستفاد منها باهم حاجة، غذاء صحي وامن. منين؟ من منتجات العضوية. المنتج العضوي بتاعي الاورجانيك او البيور اللي انت شفته في السوبر ماركت او في المحل وهتشتريه للاستهلاك المحلي او للتصدير. اذا كان للاستهلاك المحلي فانت كده حصلت على غذاء صحي وامن، لكن للتصدير انت كده حصلت على عملة صعبة ودخل مربح بالنسبة ليك في موضوع الزراعة العضوية. فده كان مع حضراتكم الشكل اللي احنا شايفينه، ده شكل تخطيطي يوضح لنا المدخلات والمخرجات بتاع الزراعة العضوية، ازاي انا بستخدمها، هعمل سماد عضوي وهزرع بيه، وايه المنتج اللي هحصل عليه في نهاية المطاف. طيب النقطة اللي بعد كده، الأهداف الأساسية للزراعة العضوية. أنا بزرع ليه زراعة عضوية؟ أي حاجة ليها هدف. أنا دلوقتي هدفي، أنا طالب ثانوي زراعي، أنا دخلت الدبلوم ممكن أذاكر، بذاكر في اليوم 3-4 ساعات. أنا بذاكر ليه؟ علشان أنا عندي هدف، عايز أكمل بعد الدبلوم أدخل كلية أو أدخل معهد أكمل مسيرتي في الشغل. أو أنا رحت في المزرعة في المدرسة عندي بشتغل بتعلم حرفة بكون فني في حاجة. ليه؟ لأن أنا عندي هدف أن أنا أكون فني مواكب لسوق العمل، بحيث أن أنا لو طلعت بره وخلصت الدبلوم بتاعي أقدر أحصل على فرصة عمل في أي مزرعة أو أي مصنع. تعالوا بقى نشوف مع بعض الأهداف الأساسية للزراعة العضوية. ليه إحنا بنزرع الزراعة العضوية وبنستخدمها؟
رقم واحد التحسين والمحافظة على الوضع الطبيعي للنظام الزراعي والبيئي، يبقى رقم واحد التحسين والمحافظة على الوضع الطبيعي للنظام الزراعي والبيئي. يعني ايه وضع طبيعي؟ يعني البيئة كما ربنا سبحانه وتعالى خلقها وهي ايه موجودة، احافظ على الموارد بتاعتها ايه من التلوث. اتنين تجنب استنزاف وتلوث المصادر الطبيعية. يعني ايه استنزاف؟ يعني انا دلوقتي ممكن انا عندي مزرعة عندي 10 فدادين فيها، رحت زرعتها ايه في الشتاء بمحصول القمح، طب محصول القمح ده محصول نجيلي، جيت في الصيف زرعتها محصول ذرة، طب المحصول الذرة ده محصول نجيلي، فالمحاصيل النجيلية بتستهلك او تستنزف نوع معين من العناصر الغذائية الموجودة داخل التربة. فانا دلوقتي حصل ايه استنزاف، جيت السنة اللي بعديها في الشتاء جيت زرع قمح برضه، الله طب ما القمح برضه هيستنفذ نفس العناصر اللي هو استنفذها المحصول ايه اللي قبله، وجيت مكرر محصول نجيلي، فاصبح عندي الارض هنا فقيره في عناصر معينه، وبدا يحصل تراكم لعناصر اخرى ايه معينه، المحاصيل النجيليه مثلا ايه ما بتستفادش ايه بيها، زي على سبيل المثال زي عنصر الزنك. عنصر الزنك ده المحاصيل النجيليه كلها شرهه جدا لعنصر ايه الزنك، حتى لو نقص بكميات قليله عنصر الزنك في التربه بيبان على المحاصيل النجيليه كلها، ان انا الاقي المحصول عندي النبات اخضر مشهوب بصفره والاوراق بتاعته فيها خطوط صفراء، ده نتيجه لنقص عنصر ايه الزنك. ثالث حاجه توفير عائد اقتصادي مناسب من خلال ظروف عمل صحيه مناسبه، توفير عائد اقتصادي مناسب من خلال ظروف عمل صحيه ايه وامنه. خلي بالك يعني ايه توفير عائد اقتصادي، احنا اتفقنا دلوقتي انك انت لو رحت اشتريت طماطم او اشتريت بطاطس ايا كان نوع السلعه اللي انت هتشتريها من الخضر، لو زراعه عضويه اللي هي الاورجانيك هيبقى سعرها عالي، لكن لو زراعه عاديه مستدامه او الزراعه المتكامله سعرها اي في متناول ايه جميع اللي هو سعر السوق، ففرق السعر ما بين العضوي والمتكامل ده عائد اقتصادي ايه ليه، زائد ان انا بعبيه واستخدمه او واشتغله في ظروف صحيه ايه وامن. يعني ايه ظروف صحيه؟ يعني انا عندي العامل سواء كان عامل او عامله شغال في باكنج هاوس اللي هي محطه التعبئه للحاصلات الزراعيه، يبقى لابس الملابس الواقيه بتاعته وحاطط حاجه على شعره، لابس الكمامه، لابس الجوانتي، ممنوع استخدام الحلي والحاجات ايه اللي هي ممكن تضيف عناصر او تضيف ايه اي ممرضات او مسببات مرض للسلعه بتاعتي وانا بعمل لها عمليه فرز وتدريج ايه وتعبئه. النقطه اللي بعد كده تحسين الدورات البيولوجيه في المزرعه وخاصه دورة العناصر الغذائية. طبعا النقطة دي شرحناها مع باقي النقط لما ادينا مثال ليها، ان انا زرعت محصول القمح ومحصول نجيلي بالتبادل مع محصول نجيلي اخر فحصل استنزاف للعنصر الغذائي اللي موجود ايه في التربة، فبالتالي التربة هتبقى عندي فقيرة من عنصر وعندي تراكم لبعض العناصر الاخرى التي لا يستفيد بها المحصول ده. بعد كده انتاج غذاء صحي ذو جودة عالية وبكميات كافية، انتاج غذاء صحي ذو جودة عالية وبكميات ايه كافية. طبعا الزراعة العضوية بتديني طبعا الاورجانيك ده عالي القيمة الغذائية، ليه؟ لانه ما فيهوش مواد ايه سامة خالص او استخدمت اي مادة معدنية ممكن يكون ليها اثر سلبي او ليها اثر جانبي من كتر الاستخدام ايه بتاعها. 6 مراعاة البعد الاجتماعي والبيئي لنظام انتاج وتجهيز وتداول المنتجات العضوية، مراعاة البعد الاجتماعي والبيئي للنظام. يعني ايه بعد اجتماعي؟ يعني انا دلوقتي في الريف انا اعرف يعني ايه زراعة عضوية، يعني اعرف ايه اسمدة، ولكن ممكن في ناس في الحضر ما تعرفش ايه يعني ايه الحاجات ديت، فانا دلوقتي انا براعي البعد ايه الاجتماعي والاختلاف السلعة واختلاف الأذواق في الاستهلاك. 7 التفاعل البناء للحياة الآمنة مع جميع الأنظمة الطبيعية، التفاعل البناء للحياة الآمنة مع جميع الأنظمة الطبيعية. يعني ايه تفاعل بناء؟ اي نظام ليه مدخلات وليه مخرجات بيتم من خلاله ايه التفاعل. طيب الأنظمة البيئية طبعا اي حاجة بتستخدم في هذا النظام تبع النظام ايه البيئي، يعني الجو الظروف الجوية درجات الحرارة الأمطار الهواء المية الرياح دي كلها تعتبر من أنظمة إيه من الأنظمة إيه البيئية. طيب أنظمة بيئية إيه طبيعية، العناصر الغذائية الموجودة في التربة عندي دي من ضمن العناصر الطبيعية برضو الأنظمة البيئية إيه الطبيعية، حتى الحشرات المفيدة
من ضمن الأنظمة الطبيعية، لو أنا عندي حشرات مفيدة زي حشرة نحل العسل أو حشرة أبو العيد السبع نقاط أو الإحدى عشرة نقطة اللي هي بتعتبر مفترسات لبعض الحشرات الأخرى، تمام. لو حصل أن أنا استخدمت مبيدات أو استخدمت حاجة ممكن يحصل تدهور للنحل العسل، أو إن حشرة أبو العيد دي تنقرض، فتبدأ بعد كده حاجات تاني آفات عندي تنتشر، وحشرات تانية تنتشر بصورة فظيعة ما أقدرش سيطرة عليها. تمانية، تشجيع وجود نظام حيوي متوازن داخل النظام الزراعي يشتمل على الكائنات الحية الدقيقة. تشجيع وجود نظام حيوي متوازن داخل النظام الزراعي يشتمل على الكائنات الحية الدقيقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن استخدم حاجة اسمها العقدين. العقدين دي عبارة عن البكتيريا المفيدة اللي بتفيد جذر التربة وبتخليه يمتص او بتيسر ليه العناصر الغذائية اللي هو يقدر يستفاد بيها بصورة طبيعية دون التأثير على العناصر الاخرى. ديت اسم بنقول عليه بالبلدي كده العقدين، بمعنى لو انا هروح ازرع محصول بقولي اللي في الارض لاول مره، على سبيل المثال محصول الفول الصويا ده محصول صيفي هزرعه في الارض اول مره، لما اروح اجيب الشكاره بتاعته وهفتح الشكاره هلاقي كيسين صغيرين داخل الشكاره، وزن كل كيس 150 جرام، فيه ماده لونها بنفسجي كده تسمى العقدين. العقدين اللي هي البكتيريا، بكتيريا طبيعيه مفيده بخلطها مع البذره وازرعها علشان تقدر نباتات الفول الصويا تكون العقد الجذريه بتاعتها وتقدر تمتص النيتروجين الجوي وتثبته لي في الارض في صوره ازوت او في صوره نيتروجين يقدر النبات يستفاد بيه بصوره طبيعيه. بعد كده الحفاظ على خصوبه التربه والعمل على زيادتها على المدى الطويل. الحفاظ على خصوبه التربه ده مهم جدا. ازاي انا احافظ على خصوبه التربه؟ أنا قلنا في الدورة الزراعية نظام تبادل وتعاقب المحاصيل في قطعة أرض معينة، إن أنا بعمل محاصيل متعمقة الجذور مع محاصيل سطحية الجذور، السنة دي هزرع متعمق، السنة الجاية أزرع في نفس الحتة سطحي، فأنا كده استهلكت العناصر الغذائية في جميع طبقات التربة، ما ركزتش في طبقة معينة وسبت طبقة متركز فيها العناصر الغذائية. المحاصيل النجيلية مع المحاصيل البقولية، محاصيل مجمع المجمعه الجذور المجمعه لحبيبات التربه مع المحاصيل المفتته لحبيبات التربه. ليه؟ بمعنى الكلام ده؟ انا عندي الجذر الاصلي الوتدي اللي هو خاص بمعظم المحاصيل زي المحاصيل البقوليه او العائله الخبازيه بيعمل على تجميع حبيبات سطح التربه، فبالتالي انا لما اقعد احرط الارض عندي بيطلع عندي مضر او يطلع عندي الاقيل كبيره، ليه؟ النتيجه لتجمع حبيبات سطح التربه. ولكن لو انا زارع محصول سطحي الجذور، الجذور بتاعته جذور عرضيه سطحيه زي القمح او الذره الشاميه، فبالتالي ساعه الحرث بلاقي الارض عندي بتطلع ناعمه ومفتته، ما بيطلعش فيها مضر ولا يطلع فيها الاقيل. النقطه اللي بعد كده رقم 10، الاستعمال الامن والصحي للمياه ومصادرها مع المحافظه على ما تحتوي من احياء. النقطة دي مهمة، يبقى هنا الاستعمال الآمن والصحي للمياه. ليه؟ لأن أنا لما بستخدم مبيدات سواء كانت مبيدات فطرية أو حشرية أو بستخدم أسمدة، في جزء منها بينزل في المية، دي مية مية الري. طبعا أنا لما بستخدمها في ساعة الري في فتحة صرف ببدأ أصرف المية ديت، فالمية بتتصرف بقى للترع والمجاري والمصارف ومحملة بالأسمدة المعدنية أو محملة بالمبيدات اللي أنا ضفتها سواء كانت مبيدات فطرية أو حشرية، تبدأ تأثر لي على الثروة السمكية اللي هي موجودة عندي. أبص ألاقي بيحصل نفوق كبير للأسماك بصورة مش طبيعية. يعني ليه نبص نلاقي السمك مات فجأة؟ ليه؟ لأن حصل استخدام للمبيدات أو استخدام مفرط للمبيدات وصل للأسماك عن طريق مياه الصرف. رقم 11، استغلال الموارد المتجددة المتاحة محليا. استغلال الموارد المتجددة، طبعا حضراتكم عارفين ايه هي الموارد المتجددة. على سبيل المثال الطاقة الشمسية ديت مورد متجدد. ليه؟ لأن الشمس يوميا بتطلع عندنا، مش محتاجين مثلا ان احنا نروح نستوردها من مكان او ندفع ليها فاتورة وكده. لكن احنا لما نشتغل مثلا بنظام في الزراعة العضوية ان انا هستخدم بير يشتغل بالطاقة الشمسية، فانا كده هستخدم هستخدم اشعة الشمس او الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء، او ممكن استخدم الرياح فين في إدارة المسائي بتاعتي، أو هشغل سائية عن طريق الرياح أو طاحونة الهواء.
فبالتالي برضه هيتم توليد الكهرباء علشان اشغل المعدات إيه اللي عندي باستخدام ايه الموارد المتجدده اللي هي زي ايه الشمس ايه والريح. 12 توفير علاقه متناغمه واتزان بين انتاج المحاصيل والانتاج ايه الحيواني. توفير علاقه متناغمه واتزان، يعني ايه علاقه متناغمه واتزان بين انتاج المحاصيل والانتاج الحيواني؟ اي نظام زراعي يقوم على شقين اساسيين الا وهو الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني. عمر ما هيكون في مزرعه بدون مواشي، اي لابد ان يكون هناك ايه انتاج حيواني في المزرعه اللي فيها انتاج نباتي. ليه؟ اولا عندي دلوقتي مخلفات نباتيه، على سبيل المثال تبن القمح، حطب الذره، ممكن انا استخدمه في تغذيه المواشي، كده هيتحول ايه للحم ولبن، يبقى انا كده ايه استفدت، هعمل فيه هنا ايه علاقه متناغمه ما بين الانتاج الزراعي والانتاج ايه الحيواني. عندي محاصيل الاعلاف الخضراء اللي انا بزرعها سواء كانت محاصيل شتويه او صيفيه، زي محصول البرسيم المصري والبرسيم الحجازي اللي انا برسيم المصري بزرعه في فصل الشتاء، البرسيم الحجازي معايا طول السنه وبيقعد في الارض 10 سنوات، او محصول الدخن بزرعه في الصيف، او كانت ضراوه او دنيبه او حشيشه السودان، كل دي محاصيل علفيه انا بزرعها في المزرعه عندي، ده انتاج زراعي باخدها بيتغذى عليها الحيوانات عندي في المزرعه، بينتج عنها لبن ولحم وجلود، يبقى انا كده ايه استفدت وحصل توازن ما بين الاثنين، حصل توازن ايه ما بين النظام الزراعي والنظام ايه الحيواني. نشوف بعد كده مع بعضينا النقطة رقم 13، تقليل جميع صور التلوث إلى أقل ما يمكن. تقليل جميع صور التلوث إلى أقل ما يمكن. طبعا السماد المعدني اللي أنا بضيفه في الأرض ده يعتبر إيه ملوث من ملوثات الإيه التربة. المبيد اللي أنا بضيفه برضو من ملوثات إيه التربة وملوثات إيه الهواء، لأنك أنت ممكن تشم ريحة المبيد، بمجرد أنك أنت شميت ريحة المبيد ممكن يحصل لك إيه مضاعفات وآثار جانبية بسبب أنك أنت استنشقته أو لامس إيه العين. فأنا كده بحاول أقلل إيه التلوث اللي هو إيه حاصل عندي. كان عندي زمان مشكلة كبيرة جدا بنلاقيها في جمهورية مصر العربية، كانت تدعى السحابة السوداء. ايه هي السحابة السوداء؟ لما شفنا السحابة السوداء ومين المتهم الاول في السحابة السوداء اللي هي اتكونت على القاهرة الكبرى، كان المتهم الاول فيها كان هو قش الرز. ايه قش الرز؟ ان الفلاحين والمزارعين بعد ما زرعوا الرز وعملوا عملية الحصاد والضم للرز، دلوقتي عنده قش الرز مش عارف يستفاد منه هيعمل بيه، ما فيش حاجة يعمل بيه، فكان يجي مولع فيه، فبالتالي كان بيحرقه. لما بيحصل بيحرق قش الرز كانت بتتصاعد طبعا عن ايه الادخنه اللي بدات تكون فوق القاهره الكبرى كلها السحابه السوداء اللي تكونت ايه السحابه السوداء. ولكن عندنا في نظام الزراعه العضويه انا كده ممكن اخد قش الرز ده اعمل له عمليه فرم وادخله من ضمن مكونات السماد الطبيعي اللي انا هستخدمه في الزراعه ايه العضويه، يبقى انا كده استفدت ايه بمخلفات المحصول السابق سواء كان قش رز او حطب ذره او حطب احطاب قمح، واستخدمها ايه كسماد عضوي استخدمه في الزراعه العضويه. رقم 14، انتاج منتجات عضويه قابله للتحلل الكامل حيويا. يعني المنتجات العضويه اللي هي هتنتج عندي في المزرعه من خلال الزراعه العضويه من السهل جدا انها تتحلل عضويا في التربه عندي، واقدر استفاد ايه بيها تحلل حيوي. يعني ايه تحلل حيوي؟ يعني الكائنات الحيه الدقيقه اللي في التربه عندي هي اللي قامت بتحليلها وتحويلها من الصورة الغير ميسرة إلى صورة ميسرة في صورة عناصر غذائية ميسرة النبات يقدر يستفيد إيه بها. رقم 15، توفير الحياة المناسبة للعاملين في إنتاج وتجهيز وتداول المنتجات إيه العضوية. طبعا الزراعة العضوية هتوفر لي حياة إيه مناسبة. ليه؟ لأن هتخلق لي فرصة عمل. في فرق لما أكون قاعد في البيت ومش لاقي فرصة عمل، وفي فرق إن أنا طلعت دلوقتي واشتغلت في محطة تعبئة للمنتجات العضوية أو اشتغلت في مزرعة بتنتج المنتجات إيه العضوية، أصبح دلوقتي أنا وفرت لنفسي إيه حياة كريمة. رقم 16، يمنع منعا باتا استخدام أي مواد تتضمن جينات معدلة أو مهندسة إيه وراثيا، زي ما شفناها في وجه المقارنة في جدول المقارنة إن أنا الحاجات المهندسة وراثيا ممنوع منعا باتا استخدامها. فين؟ استخدامها في الزراعة العضوية. الأسمدة والمخصبات المسموح بها في الزراعة العضوية.
طبعا انا السماد اللي انا هقدر اوفره السماد العضوي، وممكن ما يديش النبات كل العناصر الغذائيه اللي هي موجوده، هي هتكون موجوده بس هتكون بنسب ايه قليله، تتفاوت في النسب بتاعتها. طيب انا اقدر اعوضها بايه؟ هقدر اعوضها بحاجه تاني، اسمده ومخصبات، ولكن مسموح بها، بتسمى مثلا اسمده حيويه او اسمده عضويه. هنشوفها مع بعض وهنتعرف عليها ازاي نقدر نحصل عليها ونعرف اسمائها وازاي ايه نستخدمها. تعالوا مع بعض نشوف. رقم واحد الكمبوست، ده شكل الكمبوست، وهنعرف الكمبوست وازاي بننتج ايه الكمبوست، هنعرفه ايه بعدين في الخطوات ايه الجايه. زي ما حضراتكم شايفين في الصوره، ده شكل ايه الكمبوست، ده بيبقى شكله ايه اسمر، نتيجه لتفاعل المخلفات النباتيه عندي مع السماد البلدي وسبله الدواجن. بعد كده زرق الدواجن المقمور، ده زرق ايه الدواجن اللي هي سبله الكتكوت. اي فرشه مزرعه عندي لانتاج الدواجن بيتم جمعها واعملها ايه مقموره، فبتبدا تتفاعل كلها، والتبن اللي انا استخدمته كفرشه في المزرعه عندي بيتحول معايا هنا لسماد ايه عضوي. يبقى ده شكل ايه زي ما حضراتكم شايفين شكل المزرعه والسبله متكومه ايه تحتيها، ده زرق الدواجن ايه المقمور. ايه اللي انا ممكن استخدمه؟ مخلفات الاسماك والمجازر، مخلفات الاسماك والمجازر. اي مخلف هو مخلف ايه عضوي، ما فيهوش اي مواد ايه معدنيه داخله، انا باخده بعمله عمليه ايه تحلل واستخدمه ايه كسماد. بعد كده النباتات المائيه والطحالب البحريه، طبعا كلنا عارفين النباتات المائيه زي نبات الاولوديا او بعض زي او ابو ركبه ممكن، والطحالب البحريه ممكن اخدها ونستخدمها كايه كسماد عضوي، امد بيه الزراعه العضويه عندي بالعناصر الغذائيه إيه اللي هي ايه مش موجوده عندي في المكون بتاعي. بعد كده المخلفات النباتيه للمزرعه، ايه هي المخلفات النباتيه؟ زي حضراتكم ما شايفين اللي هي نواتج تأليم ونواتج محصول ايه سابق، النواشف كلها بتاعه المزرعه، سواء كان فروع اشجار، ورق شجر، بقايا محصول سابق زي عيدان الذره، زي ورق البنجر السكر، زي صفير القصب، وكل ديت اسمها بقايا نباتيه ايه للمزرعه. بعد كده الاسمده الخضراء، ايه هو التسميد الاخضر؟ احنا عرفنا ان انا بزرع محصول بقولي والفتره معينه باجي حارته في الارض بقلبه تقليب جيد، ودينا مثال لذلك وهو التسميد الاخضر باستخدام محصول الترمس او استخدام البرسيم المصري او اخر حاشيه في البرسيم الحجازي. طيب النقطه اللي بعد كده المعادن مثل الكبريت الزراعي والجبس الزراعي، الرماد او الفحم النباتي. يبقى الكبريت الزراعي لان ده كبريت عنصر طبيعي، الجبس الزراعي ده عنصر ايه طبيعي، الرماد او الفحم النباتي طبعا دي عناصر ايه غذائيه ناتجه عن احتراق ايه النباتات او الاخشاب. طيب بعد كده المخصبات الحيويه والبكتيرولوجيه مثل الكائنات الحيه الدقيقه والخمائر. يعني ايه كائنات دقيقه، كائنات حيه دقيقه وخمائر؟ زي ما اتكلمنا عن العقادين وقلنا ده يعتبر سمات حيوي، واتكلمنا عن والخمائر ان انا بستخدم الخميره البيره اللي هي بتستخدم ايه في انتاج الخبز او كده، بستخدمها ايه كسماد، بتعمل لي عمليه تنشيط للجذور بحيث ان الجذور ديت بتبدا تمتص العناصر ايه الغذائيه. الخميره ديت يعتبر نوع من انواع الفطريات، فبالتالي ده شيء ايه طبيعي وليس مضر ايه بالصحه. النقطه اللي بعد كده العوامل الواجب مراعاتها عند استخدام الاسمده والمخصبات في الزراعه العضويه. الاسمده والمخصبات اللي انا بستخدمها في الزراعه العضويه ليها عوامل لابد ان اتبعها ولا اتعداها، بمعنى اراعي كل خطوه انا بعملها وكل خطوه معايا تكون ايه بحساب. ليه؟ علشان ما اخرجش من نظام الزراعه العضويه وابدا اخش في الزراعه المتكامله او الزراعه ايه المستدامه اللي هو باستخدام ايه الاسمده والحاجات ديت، او تتحول معايا لصوره ايه تانيه. اول عامل من العوامل رقم واحد التاكد من مصدر الكمبوست المستخدم لتجنب مشاكل الهلوك والحشائش والنيماتودا والامراض والحشرات. هنقف مع بعض لتجنب مشاكل الهلوك. ايه هو الهلوك؟ الهلوك ده حشيشة متطفلة تطفل كلي على محصول الفول البلدي،
زي حشيشة الحمول. حشيشة الحمول حشيشة متطفلة تطفل كلي على سيقان محصول البرسيم، فبالتالي الهلوك ده حشيشة بتتطفل على محاصيل كتيرة مش الفول البلدي بس. ليه؟ لأن الفول ما توفرش بتبدأ تحور نفسها وتتطفل ايه على الجذور، يعني بتمد المواصلات بتاعتها داخل الجذر، داخل جذر النبات، فجذر النبات يمص العناصر الغذائية والمية وهي تاخدها ايه على الجاهز. طبعا والحشائش والنيماتودا، طبعا عارفين النيماتودا ده كائنات حية دقيقة في صورة ايه ديدان كده بتعمل ايه انتفاخات بتخش جوه الجذر، بتبدأ تعمل تجمعات وانتفاخات داخل ايه الجذر، بتأثر طبعا على العمليات الفسيولوجية والعمليات الحيوية للجسم، ما بيبقاش قادر انه يمص العناصر الغذائية اللازمة ايه للنبات. والحشرات طبعا حضراتكم ايه عارفينها ايه بأشكالها وأنواعها. رقم 2 إضافة مركبات الهيوميك الذي يحل محل الكمبوست في حفظ وإمساك المياه في حالة عدم توافر الكمبوست. إضافة مركبات ايه الهيوميك، ايه هو الهيوميك؟ الهيوميك ده يعتبر اللي هو المستخلص للجذور والأوراق لأشجار الغابات اللي هي موجودة من سنين، يعني من مئات السنين بدأت تكون مادة اسمها ايه الهيومك، بناخدها ونعمل ليها عملية ان احنا نحولها من الصورة الصلبة للصورة ايه السائلة ونضيفها للأرض، فهي تعتبر مادة عضوية أساسية أو مادة عضوية ايه طبيعية بتمد النبات بتاعي وبتقوم بتحسين خواص التربة بالعناصر الغذائية اللي هي ايه محتوية ايه عليها. يبقى اضافة مركبات الهيومك الذي يحل محل الكمبوست في حفظ وامساك المياه في حالة عدم توافر ايه الكمبوست. رقم 3 اضافة الاسمدة من المصادر الطبيعية المسموح بها، والمصادر الطبيعية هنعرفها يعني ايه. على سبيل المثال انا ممكن عنصر الكالسيوم والفوسفور انا اضيف سوبر فوسفات الكالسيوم، طيب انا ضفت السوبر فوسفات الكالسيوم ده سماد ايه معدني، طيب انا عندي المحصول بتاعي محتاج ان اضافه عنصر الكالسيوم فهستخدمه ازاي، فانا ممكن استخدمه في صوره الصخور، الصخور اللي هي بتحتوي على عنصر ايه الكالسيوم، ده صخر طبيعي جاي من الجبل انا بستخدمه ايه في الصوره ديت وهنعرفه مع بعض بالنسب المسموح ايه بيها. النقطة اللي بعد كده رقم 4 تطهير جميع البذور والشتلات قبل الزراعة بأي مركب حيوي. يبقى تطهير جميع البذور والشتلات قبل الزراعة بأي مركب حيوي، يعني ايه مركب حيوي؟ يعني مكون من كائنات حية دقيقة مفيدة تقوم بالتطفل والتغذي على الحشرات أو الجراثيم أو الفطريات اللي موجودة عندي ايه بالبذرة. النقطة اللي بعد كده عمل برنامج علاجي ووقائي ضد النيماتودا باستخدام بعض المركبات الحيوية. يعني ايه عمل برنامج علاجي او وقائي؟ العلاجي لو انا عندي اصابة نيماتودا فعلا في الزرع بتاعي او في المزرعة بتاعتي عندي نيماتودا موجودة انا بعمل برنامج يسمى ايه علاجي. طيب انا ما عنديش نيماتودا فبعمل برنامج وقائي بحافظ على الارض بتاعتي او اقيها من الاصابة بالنيماتودا، يعني علشان نفرق بين العلاجي وبين الوقائي. العلاجي هي عندي فعلا وانا هعالجها، تمت الاصابة وهعالج، لكن الوقائي مش موجودة عندي وهعمل لنفسي حماية ايه ليها، هعمل لنفسي حماية ليها ايه باستخدام بعض المركبات ايه الحيوية اللي هي كائنات حية دقيقة بتقوم بالتطفل على ديدان النيماتودا وتقتلها وتخليه ما يحصلش عندي ايه اصابة. النقطة اللي بعد كده بعض نماذج الكائنات الحية الدقيقة المثبتة للنيتروجين بيولوجيا والتي يستخدم العديد منها في انتاج لقاحات الاسمدة ايه الحيوية. يبقى احنا هنشوف بعض نماذج للكائنات الحية الدقيقة المثبتة ايه للنيتروجين بيولوجيا، يعني هتمتص النيتروجين الجوي غاز النيتروجين الموجود في الجو وهتثبته له ايه في صورة سماد موجود ايه في تربة، يستخدم العديد منها في انتاج لقاحات الاسمدة ايه الحيوية. اول حاجة معانا اسمدة حيوية لتثبيت ازوت الهواء الجوي، يبقى اول نوع اسمه اسمدة حيوية بتثبت ايه ازوت الهواء الجوي. تاني نوع اسمدة حيوية لمعدنة الفوسفور العضوي، يعني ايه معدنة الفوسفور العضوي؟ يعني انا ضفت فوسفور عضوي في صورة الصخور، طيب الصخور ديت عايزة تتحلل، ليه؟ لان هيطلع لي مثلا ايه الفوسفور في شكل ايه ثلاثي او شكل ايه مرتبط، انا عايز اكسر السلاسل بتاعته واخليه في صورة ايه ميسرة، ففي الحالة دي انا بستخدم اسمدة حيوية لمعدنة الفوسفور ايه العضوي. النقطة اللي معانا بعد كده اسمدة حيوية لاذابة الفوسفات المعدني،
كذلك الامر احنا قلنا هنضيف الحجاره او هنضيف الحجر اللي هو جاي ايه من الجبل. طيب الحجر ده محتاج العنصر بتاعه مثلا ايه مرتبط مع بعض العناصر في صوره ثلاثيه، انا عايز احولها للثنائيه، عايز احولها ايه للاحاديه علشان النبات ايه يستفاد بيها وتكون اكثر سلاسه واكثر يسرا النبات يستفاد بيها، فانا بستخدم هنا اسمده حيويه لاذابه ايه الفوسفات إيه المعدني. اسمده حيويه لاذابه إيه الكبريت، كذلك الامر في سمات حيوي بيدوب لي ايه الكبريت بيخليه في صوره ايه ميسره النبات يقدر يستفاد ايه بيها. النقطه اللي بعد كده اسمده حيويه لمعدنه الماده العضويه، يعني ايه معدنه الماده العضويه؟ ان الماده العضويه اللي هي موجوده عندي سواء كانت ماده الماده العضويه دي كانت نباتيه او كانت رأس حيوانات او سبل الدواجن، تبدا الكائنات دي تشتغل عليها على الشكل العضوي اللي فيها وتكسرها وتحللها، اتحللت عندي اتحولت لعناصر او المكونات الرئيسيه ايه بتاعتها، يبدا النبات ايه يستفاد بيها. يعني الماده الغذائيه تم تحليلها، السلوز عندي تحول لسكر ونشا واملاح معدنيه، يبدا النبات ايه يمتصها ويستفاد ايه بيها. معانا بعد كده أسمدة حيوية لاستخلاص البوتاسيوم من معادن الطين، أنا عندي البوتاسيوم موجود إيه في معادن الطين، وخصوصا الأراضي المصرية غنية جدا بالبوتاسيوم، كان بيجي مع الطمي أيام فيضان إيه النيل، فطبعا لما النيل بدأ ما يبقاش فيه فيضان واتبنى السد العالي فنسبة البوتاسيوم بدأت إيه تقل، فأنا هعوضها إزاي؟ إن أنا بضيف أسمدة حيوية بتستخلصها من معادن الطين اللي موجودة إيه عندي. النقطة اللي بعد كده أسمدة حيوية لإذابة بعض العناصر الصغرى، طبعا العناصر الصغرى الفرق بينها وبين الكبرى إن احنا قلنا العناصر الكبرى النبات بيحتاجها بكميات كبيرة، ولكن العناصر الصغرى هي عناصر يحتاجها النبات وضرورية لحياة النبات ولكن يستخدمها بكميات ايه صغيرة. واحنا عرفنا قبل كده وعرفنا ان العناصر الغذائية الكبرى الـ NPK اللي هو النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور، ده ال NPK عناصر ايه كبرى النبات بيستخدمها بكميات ايه كبيره. لما نتكلم في كميه الاضافه بتاعتها بقول انا بضيف من 200 ل 300 كيلو جرام نترات نشادر، ولكن في الاسمده ايه العناصر الصغرى لما اتكلم عن الزنك والبورون والمنجنيز بنتكلم على كميه من 100 ل 150 جرام، في فرق ان انا استخدمت دي بالكيلو وفي فرق ان انا استخدمت دي ايه بالجرام بس، ولكن هي ضروريه للنبات لا يمكن الاستغناء ايه عنها، خصوصا عنصر البرون والنحاس اللي بيخش في عمليه التلقيح والاخصاب وبيزودوا لك المحصول، لو غاب العنصرين دول اذا ما عندكش عقد كميه العقد هتبقى قليله، فبالتالي المحصول عندك هيبقى قليل، فبالتالي هترجع عليك هيعود عليك ايه بالسلب ايه والخسارة. يبقى الفرق ما بين العناصر الكبرى والعناصر الصغرى هي عناصر، العناصر الكبرى هي عناصر ضرورية للنبات وتضاف بكمية ايه كبيرة، العناصر الصغرى هي عناصر ضرورية للنبات ولكن تضاف في صورة ايه بكميات قليلة او كميات ايه صغيرة، فعشان كده اتسمت العناصر ايه الصغرى. النقطة اللي بعد كده أسمدة حيوية للتخلص من بعض ملوثات التربة، يعني ايه ملوثات التربة؟ يعني الملوث بتاع التربة ده حصل على سبيل المثال كان عندي عربية نقل كبيرة بتنقل المواد المعدنية بتنقل الزيت المعدني، ايه الزيت المعدني زي زيت العربيات ده، نزقت اتدلقت عندي كمية كبيرة عنها عندي في ارض المزرعة وعملت لي تلوث ايه في الارض، او حصل مثلا تلوث في مية الري وجالي زيت معدني طلع لي في مية الري اللي انا ضفته إيه للنبات، طب انا هتخلص منه ازاي؟ فانا بستخدم اسمدة حيوية بتقوم بتحليل الزيت اللي هو وصل عندي ايه للتربة وعمل لي ايه تلوث وتخليه في صورة ميسرة ممكن يتحول من الصورة الملوثة لصورة يستفيد بيها ايه النبات عندي والمحصول اللي انا زرعه. الطرق المختلفة لإضافة الأسمدة الحيوية، ايه هي الطرق اللي انا هضيف بها بقى سماد في الزراعة العضوية خصوصا الأسمدة الحيوية؟ يتم إضافة السماد الحيوي اما الى البذور اللي هي التقاوي او الى التربة، يعني انا هضيفه للبذور او هضيفه في التربة ايه على طول. طيب البذور هضيفه ازاي؟ زي ما احنا اتكلمنا من شوية وقلنا انا بجيب شكارة الفول والصيا لو انا هزرعه لاول مرة بيجي معاها كيسين وزن الكيس 150 جرام ده اسمه عقدين، انا بندي البذرة عندي وبحط عليها كيسين وبعملها عملية ايه التصاق بعملية الفرق ان انا بضيف عليها اي مادة لاصقة سواء كان المادة ديت عسل اسود او سكر، تمام، فبدأ ايه اللاصق ايه فيها، فلما اضيف البذره نازل معاها السماد الحيوي بتاعها، او ممكن انا اضيف السماد الحيوي للتربه
في صورة بكتيريا بقوم بحقناها في التربة زي حقن ايه، زي مشروع زمان كنا ايه بنقول ايه حقن اليوريا او الحاجات دي. يبقى احنا كده النهاردة وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة اللي هي الزراعة العضوية، اتكلمنا فيها بشكل ايه مستفيض عن اهمية الزراعة العضوية وايه هي الزراعة العضوية واهم الاسمدة الحيوية اللي هي بتستخدم، وشفنا شكل توضيحي بين لنا المكون الاساسي للمواد اللي هي داخلة في الزراعة العضوية اللي انا ايه بستخدمها، وشفنا كمان مقارنة ما بين الزراعة المستدامة أو الزراعة المتكاملة اللي أنا بستخدم فيها كل العناصر المعدنية والمبيدات والأسمدة، ومقارنة ما بين الزراعة العضوية، وشفنا إيه اللي هو المسموح والغير مسموح في هذه أنواع وكل أنواع الزراعات. إن شاء الله هنحضر مع بعض وهنشوف مع بعض الحلقة الجاية لما نتكلم فيها عن إنتاج الكمبوست وإزاي هننتجه، وهنكمل مع بعض برضو فيها موضوع الزراعة العضوية، لأن احنا كده مع حضراتكم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.